استأنفت القوات العراقية المشتركة عملياتها في منطقة الجسر القديم بمحاذاة نهر دجلة لتحرير حي الموصل القديم في الجانب الغربي من المدينة. وقال قائد الشرطة لتحدي الفريق شاكر جودت إن القوات المشتركة شرعت في التقدم باتجاه الموصل القديمة من محاور عدة بدعم جوي وصاروخي. يأتي ذلك فيما تصدت القوات المشتركة لهجوم معاكس شنه تنظيم داعش على مواقع لوحدات الرد السريع قرب الجسر الحديدي غربي الموصل. للمزيد من التفاصيل مشاهدي الكرام عن المعارك في العراق ينضم إلي المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد يحيى رسول. سيادة العميد أهلا بك، تحياتي. أسألك عن آخر التطورات في يعني بعد ما استجد في هذا الخبر. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لكم ولمشاهديكم الكرام. شكرا. لا زال ابطالنا في محاور القتال وفي عمليه قادم يانين وفي الصفحه الثانيه من المرحله الثالثه مستمرين بعمليه تقدمهم مسندين بغطاء جوي عراقي متمثل بطيران الجيش وكذلك ضربات موفقه ومعلومات استخباراتيه لاهداف منتخبه تنفذ من قبل القوه الجويه العراقيه وطائرات تحالف الدول. نعم. في محور قوات الشرطه الاتحاديه والرد السريع بعد ان توغل الابطال في منطقه باب الطور وايضا في منطقه الموصل القديمه التي تعتبر من اصعب المناطق كونها مناطق قديمه والافرع والازقه ضيقه جدا لا تسمح بتقدم الاليات والعجلات المدرعه، كان تقدم كبير لابطالنا بالسيطره على عده مواقع مهمه وايضا السيطره على الجسر الثاني وما يسمى الجسر الحديد. لا زال ابطالنا مستمرين بعمليه تقدمهم وهم يبعدون مئات امتار قليله جدا عن منارة الحدباء أو جامع النوري. أيضا في محور قوات جهاز مكافحة الإرهاب بعد أن تم تحرير حي النفط ودور الموظفين وأيضا الموصل الجديدة دام القوات التماس مع العدو واقتحمت منطقة حي نابلس والرسالة ولا زال أبطالنا مستمرين بعملية تقدمهم. وفي المحور الثالث هو محور الفرقة المدرعة التاسعة من الجيش العراقي واشتراك قطعات قوات الحي الشعبي حيث تم تحرير ناحية بادوش بشكل كامل وأيضا تحرير قرية تل الرئيس والسيطرة على الضفة الغربية لنهر دجلة وبهذا تم قطع كل طرق إمداد عناصر التنظيم الإرهابي. العمليات مستمرة والتقدم مستمر وفق الخطة وفق التوقيت الزمني الدقيق لهذه العملية. طيب سيادة العميد، يعني الحقيقة أن قوات داعش تستطيع في بعض الأحيان أن تقوم برد بهجوم معاكس وبالتالي تم دحر هذا الهجوم المعاكس الأخير، يعني هل تجد أن هناك قدرة تنظيمية على لم شتات هذه العناصر الإرهابية الموجودة في داخل الموصل؟ أنت تتحدث عن 100 متر أو مئات الأمتار أصبحت القوات العراقية الآن على مقربة من المدينة وتحريرها مدينة الموصل القديمة، إذن ماذا تبقى؟ سيد الكريم، نحن نقاتل عدو غير نظامي يتعامل ويعمل بنظام العقابات و نقاتل داخل احياء ضيقه جدا، مناطق قديمه ضيقه. انا اشرت في كلامي لا تصلح لتقدم الاليات والعجلات المدرعه وانما تم استخدام القطعات او استخدام الامثل للقطعات، فرقه الرد السريع، قوات النخبه العراقيه من ابطال جهاز مكافحه الارهاب. تجري الان عمليه قتال من حي الى حي ومن زقاق الى زقاق ومن دار الى دار مع عناصر التنظيم الارهابي. هذا التنظيم متحصن ما بين المدنيين، يقوم بعملية استخدام المواطنين كدروع بشرية من خلال زرع القناصين فوق أسطح البنايات وأيضا استخدام النيران الغير مباشر المتمثلة بالهاونات، ولديه ما تبقى من العجلات المفخخة التي يحاول تفجيرها باتجاه قطعاتنا داخل هذه الأحياء المختلطة بالسكان. لهذا نحن الآن نخوض معارك وحرب شوارع حققنا تقدم فيه، وفي بعض الأحيان عندما تصل بمسافة 100 متر في هذه المناطق يعتبر تقدم جيد. نعم بالفعل. أخيرا أسألك عن الحفاظ على حياة من تبقى من المدنيين في داخل المدينة القديمة، الإجراءات المتبقى. رسالتنا إنسانية قبل أن تكون عسكرية، ما واجبنا هو تحرير المواطنين قبل عناصر التنظيم الإرهابي. نجحنا بشكل كبير ومستمرين بعملية الحفاظ على أرواح المواطنين. كل شيء يقع على عاتق القطاعات المشتركة، عملية يعني استقبال المواطنين من خطوط الصد مع عناصر التنظيم الارهابي ونقلهم بعجلات القطعات المشتركه الى مناطق امنه
وتقديم الطعام والغذاء والدواء وايضا كل ما يحتاج المواطنين. شكرا جزيلا لك عميد يحيى رسول، المتحدث باسم العمليات المشتركه.